إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالسبب في الحاصل علينا الليلة من الفتن والبلاوي وغلاء الأسعار، الغلاء الفاحش والمصائب والفيضانات والجوع والتشرد والأسر التي تكسرت بيوتها إلى غير ذلك من البلايا، السبب هو أنفسنا يا جماعة. ربنا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والمعاصي التي ارتكبناها بأنفسنا تتنوع وتتعدد، وأخطرها ما كان متعلقا في جانب العقيدة والتوحيد. في واحدنا اسمه صديق يوسف من زعماء الحزب الشيوعي السوداني، ودايما المظاهرات تحت القيادة العامة كانوا شايلينه فوق بيهتفوا به، يعني كانوا بطل من الأبطال. نسمع مقطع ده ونشوف ما فيه من فساد المعتقد. الدين الدين ما عنده أي علاقة بالسياسة. الدين ده الدين ده بتاع القناعة الشخصية، وكل زول بيعتنق الدين اللي عايزه. الدين ده قناعتي أنا الشخصية، أنا أكون مسلم، أكون يهودي، أكون مسيحي، أكون لا ديني، دي قناعة كل إنسان، ده قناعة فردية، ما قناعة بتاع نظام، بنفرقوا من الاثنين. وأي تفكير رجعي من هذا النوع لا يخدم، لا يخدم إطلاقا أي تطور في الفكر. بس مهندس، مفهوم حقيقة مفهوم فصل الدين عن الدولة، فكر متخلف متخلف في منتهى. إلى أي مدى أنتم ممكن تكونوا قدرتوا تطبقوا الفحم ده في السودان؟ عن عايز أتكلم عنه شوية، يكون يتكلم مش من مواضيع الفقراء. طيب يقول لها جماعة قالوا كده، قريتها شوية فيها الكلام ده، أجيب لي كتاب بتاع شوية قال أو بتطلع. طيب الممارسات. طيب، بعد ما استمعنا للمقطع وقبل ما أعلق على النقاط، أركز الآن على أخطر وأهم نقطة وأسوأ كذب لهذا الرجل. قال للمذيعات ديل، نحن طبعا غطيناهم، قال لهم: قريتي الشيوعية فيها الكلام ده، جيب لي كتاب بتاع شيوعية قال أبقوا ضد الدين، بآخر كلمة قالها. ونحن وضحنا لكم بالكتابة في المقطع، قال: جيب لي كتاب واحد أو كتاب بتاع شيوعية قال أبقوا ضد الدين. هو بينكر إن الشيوعية ما ضد الدين ولا ضد الإسلام. والرجل ده نحن نشوفه كده أول حاجة صادق ولا كاذب، أول حاجة. ومن كلام كتب الشيوعيين هو قال جيب لي كتاب، ده الكتاب الأول، كتب الليلة ما كتاب واحد، ده كتاب البيان، بيان الحزب الشيوعي ماركس وإنجلس ولينين، هذا الكتاب. طيب، في صفحة 39 قال: أما الشيوعية فهي تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الدين والأخلاق، تلغي الدين والأخلاق عوضا عن تجديدهما، فهي تناقض إذن كل تطور التاريخي السابق. ده الدليل الأول من كتاب الشيوعية على كذب هذا الرجل المدعو صديق يوسف. ده كتاب لينين اللي اسمه الثورة والثورة في الثقافة والثورة الثقافية، ده الكتاب. طيب، في الصفحة رقم 171 هو قال جيبوا لي كتاب إن الشيوعية ضد الدين. الصفحة رقم كم؟ 171. قال لينين: لقد حاربنا الدين ونحاربه حقا، لقد حاربنا الدين ونحاربه حقا. وده أنا عامل فيها هنا بالأخضر، لقد حاربنا الدين ونحاربه حقا.
والصفحة 129 من نفس الكتاب برضو يقول لينين بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك، إلى أن قال بالمعنى الذي قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله. وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله، وهذا كلامه في كتاب الثورة والثورة الثقافية. وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. فإذن الكلام ده واضح جدا. كتب كثيرة، صفحة 49 من كتاب ضد دوهرينج لإنجلس، ده الكتاب صفحة 49. قال أمامنا حملة تحجب تماما. المهم إلى أن قال فببعض الجمل بعد صفحة من المكان الذي عبأنا فيه البديهية الأولى استطعنا أن نلغي ونزيل وندمر جميع الغيبيات والإله. استطعنا أن نلغي ونزيل وندمر جميع الغيبيات، الإله والقوى السماوية والسماوات والجنة. قالوا لغوا ربنا، لغوا الإله، ولغوا جميع القوى السماوية، ولغوا السماوات ودمروها، ولغوا الجنة كمان. فأنا بتعجب والله من رجل زي ده كبير عمره قريب 100 ولا 100 ودقداق كذاب، والناس قالوا الزول كل ما يكبر بيعقل، لكن الظاهر إنه في ناس كل ما يكبروا بيضلوا زيادة وبيبقوا كذابين زيادة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وعشان ما يقول ديل ياخد ديل خواجات وديل برا وديل طبعا بيعتقدوهم لينين وماركس، ديل أصلا مؤسسين الشيوعية دي وينقلصوا كده، ما في شيوعي يقدر ينكرهم ولا صدق يوسف ده يقدر ينكرهم. لكن نديك برضو من السودان، دي فاطمة أحمد إبراهيم قالت في جريدة الحياة بتاريخ 7 مارس 2005 الصفحة 7 حوار معه، ده كامل مع فاطمة أحمد إبراهيم، بيسألوها عن الشريعة الإسلامية عن الدين الإسلامي. شوف قالت شنو، قالت نحن قالت نعم المسلمون غير مكلفين بتطبيق الشريعة الإسلامية، وفي ظل دولة المواطنة لن نسمح للأحزاب الإسلامية بتطبيقها. وده بالخط العريض هنا، بالخط العريض قالت في ظل هنا بالخط العريض الكلام، لن نسمح للأحزاب الإسلامية بتطبيقها، يعني بتطبيق شنو؟ الإسلام. إذن الرجل ده رجل كذاب بس، وانتوا ضد الدين، وقلت مش داير تحديت الناس، قلت يجيبوا لي كتاب بتاع الشيوعية بقول احنا ضد الدين، هو دي كتب، والآن جبت عليك ولسه في كمان، لسه في كتب كثيرة جدا كلها تتكلم عن هذا الأمر إنه الشيوعية ضد الدين. أما كلامه قال الدين ما عنده أي علاقة بالسياسة، كذب الكلام ده برضه، ده إلا إذا كان في فهمك أنت الشيوعي، وإذا كان في فهمك الشيوعي ما ممكن أنت تجبرنا وتلزمنا بفهم الشيوعيين، لأنه أنتوا قلتوا حرية، طالما حرية معناته بحريتكم دي ما يجوز تجبرنا، إحنا مسلمين ما بيجوز تجبرنا بأنه نبصل ديننا الذي نزل من السماء، ربنا نزل لنا من السماء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عشان نحكم به، لأنه ربنا سبحانه وتعالى سمى أي حكم غير حكمه هو سبحانه وتعالى جاهلية، قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وأمرنا بعد ذلك بأنه نحكم بحكمه، وما في حكم أحسن من حكمه، فقال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ده ديننا الإسلامي. أما شيوعيتك دي أشبع بيها تهنى بيها، فكون تقول الدين ما عنده أي علاقة بالسياسة ده كذب. ليه؟ لأنه الإسلام بيقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم بالدين،
كلما هلك نبي خلفه آخر الحديث. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حكم بالدين، حكم بجنه يعني، حكم بالإسلام، وأهم شيء بالإسلام التوحيد، دعا للتوحيد، وبعد ذاك طبق الحدود وباقي أركان الإسلام كلها، فحكم بالدين. وخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كلهم حكموا بالدين. فكونك تقول الدين ما عنده أي علاقة بالسياسة يعني بالحكم، ده إلا كان في فهمك أنت الشيوعي، أما في الإسلام ده باطل. طيب قال بعد ذلك، قال كل زول بيقتنع بالدين العايزه، أنا أكون مسلم أكون مسيحي كما قال هو، أكون يهودي أكون لا ديني، دي قناعة فردية ما قناعة بتاعت نظام. لا 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 لا، لازم تكون مسلم، واجب عليك، لأنه أول حاجة ربنا ما خلقنا وخلقك وخلق أي بشر والجن والإنس إلا لعبادته، حتى الجن ذاته ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فما في حاجة اسمه أنا ممكن أكون يهودي ممكن أكون لا ديني وأنا حر، لا ما حر أنت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما قال أنت حر في المسألة دي، ولا قال إلا وأنتم شيوعي، إلا أنتم مسلمون. بعد ذلك قال دي قناعة فردية ما قناعة بتاعت نظام، لا لا لا، النظام والحكم ذاته، الحكم ذاته الحاكم ذاته لابد يطبق الدين. ربنا قال عن الحكام الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، شوف لا اشتراكية لا شيوعية لا غيره، ربنا مكن الحاكم عشان يعمل الحاجات دي، عمله وطبق الإسلام صح وأقام التوحيد وحارب الشرك وأقام جميع شرائع الدين، والله بينفع روحه أول حاجة وبينفع شعبه. أما إذا خالف الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. فربنا يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. حبيبي أنت بتتكلم ساكت يا أخي، بعدين أنت ذاته كبرت يا أخي، كبرت كبر ذاته مبالغة يا أخي، توب إلى الله وامشي أعبد الله يا أخي، شوف لك صلاة صليها وأعبد ربنا وخش الجامع، شنو الهوس اللي أنت فيه ده والأطر ونحن والديمقراطية، يفضل فيك ديمقراطية تاني يا أخي، توب إلى الله عز وجل، شوف لك عبادة تنفعك، والله الكلام ده بلاقيك يوم القيامة إذا ما توبت، توبوا من الهوس الشيوعي. شنو شيوعية في بلده، في بلده يا أخي، في الاتحاد السوفيتي سقطت وحصدت أكثر من 200 مليون قتيل، قتلوهم ناس لينين وجوزيف ستالين وغيرهم، لكن دي مرحلة بيكضي ويقول احنا ما ضد الدين وما شنو، زي ما بقول ذاك اللي اسمه الأصم ذاك كان في مظاهرات بتاعت القيادة ريكي فوق وقال لهم الدين ده لو جه الشيطان ذاته ما يقدر يقلعوا من الشعب السوداني، وهسه قبل أسابيع طفشوا هم ذاتهم تجمع المهنيين ذاتهم اللي قالوا الكلام ده أيام الاعتصام القيادة العامة، إنه الشيطان لو جاء ما بيلغي ما يقدر يقلع الدين من السودانيين، مش وقعوا اتفاقية مع الحركة الشعبية لفصل الدين عن الدولة عن دولة السودان. إذن يا جماعة السياسيين ديل بيلعبوا بالدين ده وبيكذبوا على الناس، وده أول رسالة ده أوصلها للشباب بالذات، الخدعوهم الشيوعيين، شباب كتار خدعوهم الشيوعيين ديل ويقول لهم نحن ما ضد الدين ويكذبوا، وده هسه الحمد لله اللي غادة امبارح أظن ولا امبارح بتاع صدق يوسف ده، وده ربنا كشفه الآن وربنا فضحه بحوله وقوته. وأصلا يا جماعة يعني الكذب زي ما قالوا حبله قصير والكذاب وصلوا الباب، أنا زي اللي احنا صبرنا وسكتنا الحمد لله رب العالمين، بقت حقيقة هؤلاء الشيوعيين والملاحدة تتكشف يوم بعد يوم. فيا شباب ويا سودانيين والله ذل ما بيصلحوكم، ولا البعد من الدين، ودي الرسالة الثانية، البعد من الدين ما بتصلحكم، ما بيصلحكم أبدا، بل نحن الضيق اللي نحن فيه الليلة ده يا أخي، العيشة بقت بعشرة جنيه، العيشة الليلة بعشرة جنيه، عشرة جنيه، عشرة جنيه دي قبل سنة كان بيجيب عشر عيشات، عشر عيشات الليلة، العيشة يعني كم ضعف؟ عشرة أضعاف في سنة واحدة. فالحل شنو؟ الحل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الأحزاب دي شيوعية وما أعرف شنو علمانيين، والله دي الغير ما يلعبوا بيكم،
ويضيع دينكم ويضيع دنياكم، لأنه ذيل بيحاربوا في الله. لا يمكن الناس يحاربوا في الله سبحانه وتعالى يصلح لكم البلد. في الاعتصام بتاع القيادة العامة ده مركبين بيت فوق سبت الدين، سبت الدين ذاته. فلا يمكن ذيل يا أخي ناس ربنا يفتح لهم أبدا بهذه الصورة البشعة ضد الإسلام وضد الدين. فنحن المخرج بتاعنا الوحيد يا سودانيين الرجوع إلى الله، تقوى الله والإيمان والتوحيد. ده اللي بيصلح لنا دنيانا دي اللي احنا دايرين نادي، ويصلح لنا أخرانا اللي هي أهم من الدنيا. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأول شيء الرجوع إلى العقيدة الصحيحة. يعني نرجع للدين كيف؟ زول يقول لك يا أخي طيب هذا نرجع للدين ونتوب، نتابع منه؟ أوعك تتابع زول ولا الأحزاب اللي بيسموها إسلامية دي ما تتابع، لأن الدين رفض الحزبيات كلها. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب نمشي وين؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أرجعوا لي الله يا أخي. الرجوع إلى الله لا داير طريقة من الطرق الصوفية، لا داير حزب من الأحزاب اللي بيسموها إسلامية، لا داير له جماعة من الجماعات، جماعة شنو، جماعة أنصار سنة وجماعة، ده كله باطل. أرجعوا لي الله عديل. وأول شيء بالتوحيد، خلوا القبب، خلوا الأضرحة، ما تعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. الشيوخ الراقدين تحت التراب ديل وتحت القبب ديل لا بينزلوا مطر، لا بينفعوا، لا بيضروا، لا بيعلموا الغيب، لا بده الجنة، لا بها بالذرية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. أما هؤلاء يظهر ضيعوكم، زول دار يسلق على أكتافكم يا سودانيين وعلى رقابكم ويفطسكم تحت، يفجقكم يعفسكم تحت بكراعه عشان يتسلق بكم يصل بكم للمناصب. والله الذي لا إله غيره، تتابعوا ديل شيوعين ديل وغيرهم من العلمانيين وغيرهم من الملاحدة، والله يضيعوا دينكم ودنياكم، والواقع يشهد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.